السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور محمد فريد. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع طلبة وطلبات الصف الثالث الإعدادي علوم، والمنهج إن شاء الله هنعرف النهاردة بفيديو بسيط وسهل كده. هناخد فيه النهاردة إن شاء الله الدرس التمهيدي، وهنعرف محتويات الكتاب والكلام ده كله إن شاء الله مع بعضينا. يلا نبتدي، بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة عندنا في المنهج 4 وحدات. النهاردة إن شاء الله هنبتدي بالوحدة الأولى، وبداية ليها الدرس التمهيدي لنقاط هامة سبق دراستها في الأعوام الماضية. النهاردة إن شاء الله في الدرس التمهيدي ده هنعرف أكتر من نقطة، أو هنراجع أكتر من نقطة بصفة تانية، والمراجعة دي هتشمل أول حاجة مقارنة طبعا بين الفلزات واللافلزات، وكتابة الصيغ الكيميائية، وطبعا قبلها هنراجع أكتر من رمز من الرموز الكيميائية للعناصر زي ما احنا شايفين قدامنا، وكمان هيبقى فيه انواع المركبات الكيميائيه وامثله عليها. فبالتالي اول حاجه هنبتدي بيها الفلزات واللافلزات، دي مقارنه سريعه كده عنهم. وزي ما احنا عارفين ان الفلزات بتبقى مستوى الطاقه الخارجي ليها بيحتوي او بيتميز باحتوائه على غالبا اقل من 4 الكترونات، دي الفلزات. نيجي للافلزات، يبقى التكافؤ او مستوى الطاقه الخارجي ليها بيكون غالبا اكبر من او اكثر من 4 الكترونات، اللي بتتميز باحتواء مستوى الطاقه الخارجي لذرتها غالبا على اكثر من 4 الكترونات، دي اللافلزات. نيجي لسلوك الذرة بقى أثناء التفاعل الكيميائي، طبعا في الفلزات بيبقى أقل المستوى الطاقة الخارجي ليها أقل من 4 إلكترونات، وبالتالي بيبقى من الأسهل عشان توصل لأقرب تكافؤ لغاز خامل أو لأقرب اكتمال لمستوى الطاقة الخارجي، فبالتالي بتميل لفقد الإلكترونات. يعني لو عندنا أقل من 4 إلكترونات هتكتسب كتير جدا عقبال ما تملأ المستوى الطاقة ده، فبالتالي بيبقى الأسهل إن هي بتفقد الإلكترونات وبتميل في اثناء التفاعل الكيميائي ده الذرات الفلزات الى فقد الكترونات، وبالتالي المستوى الخارجي ده هتفقد منه الالكترونات بتتحول الى ايونات موجبه، يبقى بتميل ذرات الفلزات الى فقد الالكترونات مستوى طاقتها الخارجي وبتتحول لايونات موجبه. ايه هو العيون الموجب؟ هو ذرة عنصر فلزي بتفقد الكترون او اكتر اثناء التفاعل الكيميائي. يبقى العيون الموجب ايه تاني؟ هو ذرة عنصر فلزي فقدت الكترونا او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. زي ما قلنا ان هي بيكون الاسهل ان هي تفقد، لان بيبقى عندها اقل من 4 الكترونات في مستوى الطاقة الخارجي، يبقى هي ذرات الفلزات دي بتفقد او بتميل الى فقد الكترونات مستوى طاقتها الخارجي فتتحول لايونات موجبة. وعرفنا ايه هو العيون الموجب، اللي هو ذرة عنصر فلزي فقدت الكترون او اكتر اثناء التفاعل الكيميائي. نيجي لللافلزات، بتميل ذرات اللافلزات الى اكتساب الكترونا او اكثر الكترونات من ذرات عنصر اخر فتتحول لايونات سالبه، يبقى بالتالي الايون السالب برضو ليه تعريف عندنا، ان هو ذرة عنصر لافلزي اكتسبت الكترونا او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. يبقى تاني، بتميل ذرات اللافلزات الى اكتساب الكترونات من ذرات عناصر اخرى فبتتحول لايونات سالبه. ايه هو الايون السالب؟ الايون السالب ده ذره عنصر لافلزي اكتسبت الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي، وبالتالي هنا الموضوع واضح زي ما شرحنا في الفلزات. اللافلزات هنا بيبقى عندها اكتر من 4 الكترونات، فبالتالي من الاسهل ان هي تكتسب اللي يخليها تكمل مستوى الطاقه الخارجي ليها بالالكترونات او تملاه بالالكترونات، يبقى بالتالي هي ذرات اللافلزات دي بتميل لاكتساب الالكترونات من ذرات عناصر اخرى فبتتحول لايونات سالبه. والايون السالب ده ايه؟ هو ذره عنصر لافلزي اكتسب الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. تاني، تميل ذرات اللافلزات الى اكتساب الكترونات من ذرات عناصر اخرى فتتحول الى ايونات سالبه. الايون السالب هو ذره عنصر لافلزي اكتسبت الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي، عشان لو حاجه تانيه اتقالت في الاول. بعد كده بقى تكافؤ العناصر بتاعتها طبعا بيكون ايه؟ بيكون مساوي لعدد الالكترونات. في حاله الفلزات عدد الالكترونات التي تفقدها الذرة أثناء التفاعل الكيميائي، لكن في حالة اللافلزات بيساوي عدد الإلكترونات اللي اكتسبتها أو شاركت بيها الذرة أثناء التفاعل الكيميائي. يبقى تاني، التكافؤ عناصرها بيساوي عدد الإلكترونات التي تفقدها الذرة أثناء التفاعل الكيميائي، ده في حالة الفلزات. يبقى تاني، الفلزات بيساوي تكافؤ عناصرها عدد الإلكترونات التي تفقدها الذرة أثناء التفاعل الكيميائي، وده في حالة الفلزات. نيجي بقى لللافلزات، بيساوي عدد الالكترونات التي تكتسبها او بتشارك فيها او تشارك بيها الذره اثناء التفاعل الكيميائي. يبقى في حاله اللافلزات تكافؤ عناصرها بيساوي عدد الالكترونات التي
على الإلكترونات التي تكتسبها أو تشارك بها الذرة أثناء التفاعل الكيميائي. وعندنا هنا مثال على كل حاجة. في الفلزات طبعا الصوديوم بيفقد الإلكترون فبتحول لي أيون صوديوم موجب، وزي ما احنا شايفين إن إيه والتوزيع الإلكتروني كان 2-8-1 بقى 2-8 بس، وفي طبعا الشحنة الموجبة فوق القوس زي ما احنا شايفين عشان بتقول إن ده بقى أيون صوديوم موجب. وهنا فقد كام إلكترون؟ طبعا فقد إلكترون واحد، وبالتالي هنا كان 11 بقى 10. وهنا ذرة الصوديوم وحيد التكافؤ اتحول طبعا لأيون صوديوم موجب، وهو ان ايه وعليه البلس زي ما احنا شايفينها او البوزيتيف تشارج او الشحنه الموجبه، ده الايون الصوديوم الموجب ان ايه وعليها علامه الموجب. لكن الذره كانت ان ايه عادي وفيها 11 الكترون وحادي التكافؤ، ده في حاله الفلزات وده المثال اللي عليها. في حاله اللافلزات بقى المثال اللي عليها الكلور او ذره الكلور وحادي التكافؤ، وبرده بيميل الى اكتساب، هنا طبعا هيكتسب الكترون وبتحول لايون كلور سالب سي ال سالب. Cl سالب ليه؟ زي ما احنا شايفين بتتحول من 2-8-7 ل 2-8-8. 2-8-7 ده في حالة الذرة وحالة التكافؤ، بيتحول ل 2-8-8 في حالة الأيون كلور السالب، وده Cl سالب زي ما احنا شايفين القوس عليه برضو علامة السالب، وتحول الكلور سالب اللي هو أيون الكلور السالب 2-8-8 وعليه السالب. طبعا اكتسب كام الكترون؟ اكتسب الكترون واحد لانه كان 2-8-7 وبقى 2-8-8. 2-8-7 قلنا تاني في حاله ذره الكلور 2-8-7، والتوزيع الالكتروني اصبح 2-8-8 في حاله الايون، يبقى الذره كانت 2-8-7 والايون 2-8-8. وزي ما احنا شايفين المعادله هنا قدامنا هي واضحه ومثال بسيط على اللافلزات. بعد كده هنشوف امثله لرموز العناصر الكيميائيه وهنعرف التكافؤات بتاعتها كمان. اول حاجة عندنا في التكافؤات الاحادية زي ما احنا شايفين الامثلة عليها الهيدروجين H الرمز بتاعه، والصوديوم Na، الكلور Cl، البوتاسيوم K، الفضة Ag. يبقى تاني الهيدروجين H الصوديوم Na، الكلور Cl، البوتاسيوم K، الفضة Ag. نيجي بقى للناحية التانية للتكافؤات الثنائية وعندنا الأمثلة عليها الأكسجين O، المغنيسيوم Mg، الكالسيوم Ca، الكالسيوم Ca، وبعد كده الخرصين أو الزنك Zn، والنحاس Cu، والزئبق Hg. بعد كده عندنا في تكافؤ ثلاثي زي الألمونيوم Al، وفي عندنا عنصر زي الحديد ليه تكافؤين ثنائي وثلاثي. في حالة إن هو يبقى ثنائي الحديد أولا رمزه Fe، لما في حالة يبقى ثنائي بيتنطق حديدوز، ولو ثلاثي بيبقى حديديك. يبقى تاني الحديد Fe الرمز بتاعه، والتكافؤ بتاعه عندنا تكافؤين للحديد ثنائي وثلاثي. يبقى ده المثال عندنا ان هو ليه تكافؤين، الحديد Fe الرمز بتاعه والتكافؤ بتاعه ثنائي وثلاثي. في حالة ان هو ثنائي بيكون حديدوز، ده في حالة ان هو ثنائي، وفي حالة ثلاثي هيبقى حديديك. يبقى ثنائي حديدوز ثلاثي حديديك. بعد كده عندنا بقى الصيغة الكيميائية لبعض المجموعات الذرية والتكافؤات بتاعتها كمان. تكافؤ مجموعة ذرية بيساوي طبعا عدد الشحنات اللي بتحملها، وبالتالي عندنا أكتر من مثال. المجموعة الذرية زي الهيدروكسيد أو إتش وعليها سالب فهي التكافؤ بتاعها أحادي. تاني أول مثال عندنا في المجموعات الذرية الهيدروكسيد وهي صيغة كيميائية ليها أو إتش سالب والتكافؤ بتاعها أحادي. برضو عندنا من المجموعات الأحادية النترات NO3 وعليها سالب، والنيترايت NO2 هتبقى سالب عليها برضو سالب. يبقى هنا ثلاث مجموعات عندنا قدامنا في الأمثلة الأحادية، هيدروكسيد OH سالب، النترات NO3 سالب، والنيترايت NO2 سالب. عندنا بقى من المجموعات الثنائية التكافؤ هتبقى الكبريتات والكربونات. الكبريتات SO4 وعليها سالب 2 زي ما احنا شايفين، ده الثنائي SO4 في الكبريتات وعليها سالب 2، والكربونات CO3 وعليها سالب 2 برضو. هنا بقى من الحاجات المهمة جدا 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 في خطوات كتابة الصيغ الكيميائية للمركبات.
خطوات كتابة السلك الكيميائي المركبات. أول حاجة عندنا بنكتب اسم المركب باللغة العربية، بيكتب أسفل كل عنصر أو مجموعة ذرية رمزه الكيميائي أو صيغته الكيميائية. يبقى خطوات كتابة السلك الكيميائي المركبات، أول حاجة اسم المركب باللغة العربية ده بنكتبه، بعد كده بنكتب أسفل كل عنصر أو مجموعة ذرية رمزه الكيميائي أو صيغتها الكيميائية. بعد كده تالت حاجة بيكتب التكافؤ أسفل الرمز أو الصيغة الكيميائية، وهنشوف الخطوات دي على أمثلة دلوقتي. رابع حاجة بيتم تبديل التكافؤات مع مراعاة أكتر من حاجة. يبقى تالت خطوة وصلنا لها إن هو بيكتب التكافؤ أسفل الرمز أو الصيغة الكيميائية، وبعد كده بيتم تبديل التكافؤات مع مراعاة بقى. لو الرمزين اللي معانا تكافؤهم زي بعض وأحادي بيتشالوا، يعني لو الرمز أحادي لعنصر ما بيتكتبش. فبالتالي هنا عندنا اللي هي أول حاجة تبديل التكافؤات زي ما احنا شايفين أول حالة مع مراعاة إيه؟ إن هي عدم كتابة الرقم الدال على التكافؤ الأحادي، زي مثلا هنا الـ AG والـ CL الاتنين أحادي فما بيتكتبش ليهم الرقم التكافؤ، يبقى التكافؤ ما بيتكتبش، هتتكتب AG CL بس كده من غير تكافؤ. نيجي بقى مع مراعاة برضو إيه تاني؟ تاني حالة معانا إن هنا بوضع المجموعة الذرية داخل قوسين، ولما بنكتب ده طبعا التكافؤ أسفلها، يعني مينفعش مثلا مجموعة الهيدروكسيد هيتكتب عليها تكافؤ ثنائي، وأوريها لكم دلوقتي. يعني مثلا مجموعة الهيدروكسيد معاها عنصر ثنائي، فمينفعش مثلا أكتب إن التكافؤ الثنائي جنب الإتش بس كده، ده غلط. أنا كده كتبت التكافؤ جنب الإتش مش جنب المجموعة كاملة، ولكن بيبقى فيه قوس كده وبيتكتب التكافؤ من بره، فنخلي بالنا جدا من الموضوع ده عشان ده هيفرق في كتابة التكافؤ جدا جدا جدا. مش هكتب جنب الاتش ولكن جنب المجموعة كاملة، وبرده أي تكافؤ بيتكتب جنب مجموعة بيتكتب بالطريقة دي إن هي بتتحط ما بين قوسين. يا رب تكون وصلت والمعلومة سهلة جدا. نخلي بالنا التكافؤ بيتكتب بره القوسين مش جنب عنصر واحد من داخل المجموعة. يلا نكمل. ويبقى دي كانت تاني حالة إن احنا بنضع مجموعة ذرية داخل قوسين عند كتابة رقم التكافؤ أسفلها، في حين مثلا CU OH طبعا الـ OH بيكتب جنبها تكافؤ ثنائي، ولكن الـ OH محطوطة في قوسين زي ما احنا شايفين، والـ 2 من بره القوسين، يبقى CU OH والكل 2 اللي هي للمجموعة بتاعة الـ OH أو الهيدروكسيد، فإن هيدروكسيد النحاس زي ما احنا شايفين CU قوس OH جواه واللي عليها تكافؤ من بره. له تكافؤ طبعا بتاع CU أو النحاس، وبيتم تبديلهم زي ما احنا عارفين ان بيتم تبديل التكافؤات في الخطوة الرابعة زي ما احنا شايفين هنا في الخطوة دي. بعد كده برضو مع مراعاة ايه كمان؟ اختصار التكافؤات او اختصار الارقام بتاعتها. يعني مثلا لو عنصرين ليهم تكافؤ ثنائي مش هكتب اتنين واتنين، او مش هكتب جنب كل عنصر اتنين، مثلا ال HGO هنا قدامنا مثلا اللي هو اكسيد الزئبق، مش هينفع اكتب اتنين هنا واتنين هنا، وده الاتنين تكافؤهم ثنائي، ولكن بختصر الارقام مع بعضها فالاتنين هتروح مع الاتنين، وبرضه هتتكتب في الاخر اتش جي او بالمنظر ده من غير اي ارقام تكافؤات. هنخلي بالنا برضه من المعلومه دي ان احنا بنختصر ارقام التكافؤات لابسط صوره ممكنه. هنا هي مثلا دي مراعاه الحاله الثالثه اللي قدامنا اللي هو اختصار الارقام الداله على التكافؤات لابسط صوره كلما امكن ذلك، يعني زي اكسيد الزئبق اتش جي او ده تكافؤ ثنائي وده تكافؤ ثنائي، بنشيل الاثنين مع الاثنين وهيتبقى اتش جي او بس، دي اللي بتتكتب معانا من غير طبعا رقم التكافؤ. فزي ما احنا شايفين نخلي بالنا اتش جي او اللي هي اكسيد الزئبق من غير ارقام، لان الاثنين بتروح مع الاثنين او بنختصر الاثنين مع الاثنين، وهيبقى لنا اتش جي او بس. دي في حاله ايه؟ في حالة زي الأكسيد الزئبق اللي هما الاتنين تكافؤهم زي بعض اتنين واتنين فبنشيلهم مع بعض ويبقى اتش جي او بس اللي هو أكسيد الزئبق. بعد كده بنشوف مع بعض أمثلة أو أنواع المركبات الكيميائية وأمثلة عليها. أنواع المركبات الكيميائية عندنا أكتر من نوع، أربع أنواع قدامنا، حمض وقاعدة وأكسيد وملح. حمض وقاعدة وأكسيد وملح دي أنواع المركبات الكيميائية اللي عندنا وأمثلة عليها هناخدها دلوقتي مع بعض. طبعا الحمض عارفين انه بيبدا بالهيدروجين وبينتهي بعنصر لا فلزي ما عدا الاكسجين او بمجموعه ذريه سالبه الشحنه ما عدا طبعا مجموعه الهيدروكسيد، لان اتش او اتش هيبقى مركب تاني خالص، فبالتالي المجموعه دي ما بتبقاش من فوق ما تنفعش ان هي تتحط مع الهيدروجين وما ينفعش ينتهي بيها المركب ده، وبالتالي هنا بتنتهي بعنصر لا فلزي طبعا زي ما قلنا ما عدا الاكسجين برضو،
وبتنتهي برضو ممكن بمجموعة ذرية سالبة، ذرية سالبة الشحنة ما عدا برضو مجموعة الهيدروكسيد، ده اللي بتنتهي بيهم، يبقى بتنتهي بعنصر الفلزي ما عدا الأكسجين، أو مجموعة ذرية سالبة الشحنة ما عدا مجموعة الهيدروكسيد اللي هي OH سالب. الأمثلة على الموضوع ده إيه؟ زي حمض الهيدروكلوريك وحمض الكبريتيك. حمض الهيدروكلوريك HCl وحمض الكبريتيك H2SO4. نيجي لتاني نوع من أنواع المركبات الكيميائية اللي معانا، القاعدة وطريقة كتابته بتبقى عاملة إزاي. إن هو بيبدأ بعنصر فلزي أو مجموعة ذرية موجبة، زي مثلا NH4 موجب، وبتنتهي بمجموعة الهيدروكسيد اللي هو OH سالب. زي ما احنا شايفين الأمثلة اللي عليها، هيدروكسيد الصوديوم NaOH وهيدروكسيد النحاس CuOH كل 2، زي ما احنا شايفين طريقة كتابة التكافؤ بتاعها، ال OH عليها من بره كلها ما بين قوسين ال 2، يبقى هيدروكسيد الصوديوم NaOH وهيدروكسيد النحاس CuOH كل 2. تاني هيدروكسيد الصوديوم NaOH NaOH وهيدروكسيد النحاس Cu، وبعد كده ما بين قوسين OH حواليها من بره الاثنين، او اللي هي 2 اللي بره القوس CuOH وكل 2. نيجي بقى لنوع المركب الثالث وهو الاكسيد، ودي طبعا بتبتدي بعنصر فلزي او لا فلزي ولكن بتنتهي بالاكسجين. خلي بالنا جدا من النوع ده، يبقى بتبتدي بايه؟ بعنصر فلزي او لا فلزي. يبقى بتبتدي بايه؟ بعنصر فلزي او لا فلزي وبتنتهي بالاكسجين. زي ايه؟ اكسيد الزئبق، اكسيد النحاس، وثاني اكسيد الكربون، وثالث اكسيد الكبريت. تاني اكسيد الزئبق اللي هو HGO، واكسيد النحاس CO، ثاني اكسيد الكربون CO2، ثالث اكسيد الكبريت SO3. نقول امثله تاني، امثله كويسه جدا ومهمه، اكسيد الزئبق HGO، اكسيد النحاس CO، ثاني اكسيد الكربون CO2، ثالث اكسيد الكبريت SO3. نيجي رابع نوع معانا وهو الملح، ودي بتبتدي بعنصر فلزي او مجموعه ذريه موجبه زي ال NH4 الكل بلس. يبقى بتبتدي بايه تاني؟ بتبتدي بعنصر فلزي او مجموعه ذريه موجبه NH4 اللي هي كلها بلس، وبتنتهي بايه؟ بتبتدي بعنصر لا فلزي ما عدا الاكسجين برضو. طب ليه بتنتهي بعنصر لا فلزي ما عدا الاكسجين؟ زي ما عشان ما نوصلش برضو لمرحلة الأكاسيد، ودي نوع تاني من أنواع المركبات الكيميائية، وبرضو أو بمجموعة ذرية سالبة الشحنة ما عدا مجموعة الهيدروكسيد، لأن برضو في عندنا زي ما احنا عارفين اللي هي أنواع المركبات الكيميائية القاعدة، فنخلي بالنا من الموضوع ده. يبقى نقولها تاني، الملح بيبدأ بعنصر فلزي أو مجموعة ذرية موجبة زي ال NH4 بلس، وبينتهي بإيه؟ بينتهي بعنصر لا فلزي ما عدا الأكسجين، أو مجموعة ذرية سالبة الشحنة ما عدا مجموعة الهيدروكسيد اللي هو OH سالب. نقولها تاني الحتة دي عشان مهمة جدا، الملح بيبتدي بإيه وبينتهي بإيه؟ بيبتدي بعنصر فلزي أو مجموعة ذرية موجبة زي NH4 بلس، يبقى بيبتدي بعنصر فلزي أو مجموعة ذرية موجبة NH4 بلس، وبينتهي بإيه؟ بينتهي بعنصر لا فلزي ما عدا الأكسجين، أو بمجموعة ذرية سالبة الشحنة ما عدا مجموعة الهيدروكسيد اللي هي الـ OH سالب. تاني بيبتدي بعنصر فلزي أو مجموعة ذرية موجبة NH4 بلس، وبينتهي بعنصر لا فلزي ما عدا الأكسجين، أو مجموعة ذرية سالبة الشحنة ما عدا مجموعة الهيدروكسيد برضو اللي هي الـ OH سالب. زي الأمثلة اللي عندنا، كلوريد الصوديوم NaCl ونترات الصوديوم NaNO3 وكبريتات المغنيسيوم MgSO4. الأمثلة تاني، كلوريد الصوديوم NaCl، نترات الصوديوم NaNO3 وكبريتات المغنيسيوم MgSO4. تاني كلوريد الصوديوم NaCl، كلوريد الصوديوم NaCl، والمثال التاني عندنا نترات الصوديوم NaNO3 وكبريتات المغنيسيوم MgSO4. وبكده يبقى خلصنا الدرس التمهيدي بتاع النهاردة. أتمنى إن شاء الله يكون راجعنا مراجعة كويسة واستفدنا منها، واللي عنده اي اسئله في اي حاجه تانية ممكن يساله ان شاء الله نجاوب عليها، واللي ما اشتركش في القناه اشترك معانا، وان شاء الله في فيديو قريب جدا 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 لي باذن الله الدرس الاول اللي هو بعد الدرس التمهيدي، وان شاء الله اشوفكم على خير باذن الله في الفيديو اللي جاي، ونتمنى نسمع منكم ان شاء الله. واللي ما اشتركش في القناه اشترك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.